فنان اللي. اكو احدى النساء اجت تشتكي لي اخوها يبيع مي ار او عندنا بالعماره وجاي بعته جلكان عندها ايتام وجايه لاخوها تريد من عنده ان يعطيها شويه لاطفالها مي. فقالت لاخوي عتلبت هو يدري بها ما عندها فلوس لان هي عندها ايتام. قالها والله اخوي هو هذا مو الي المي الاطفال يعود اطفال يبيعون. تصور رد الجلكان بيتها فارغ. الله فقلت هاي وين والعباس وين؟ شلون هاي بالله تعال. الله هذا الاحساس هاي المشكله. ابو الفضل يقول لها وزن داي يقول الحوراء زينب يقول لها وزن داي حتى بالعرش يسمع وزن داي ثجيل العتب كل كلمه وزن داي داي فديت النحر وعيوني وزن داي وكل هذا واحس تقصير بي. الله اكبر. الله تقول له حاشاك يخسى من جل غدرهم كون حاشاك وشف الموت لا ما قدر حوشك حاشاك من التقصير يا ابو الفضل. لا حاشاك حاشاك وانت اللي اسست معنى الخوي. والله صح. هو يقولها ولا اعلام مثلك ما يصح اشجع ولا اعلام ولا اعلم. الحوراء زينب مو شجاعة فقط لا انه علم علم زق العلم مثلك ما يصح اشجع ولا اعلام وبيارغ شرف رفت لك ولا اعلام وزارة الثقافة انت والاعلام وزارة التربية انت وخارجي. يا سلام يا سلام بارك الله فيك. هي تقول له ولا اركان منك ترسوي البيده والاركان انتخيت وما جت الدنيا والاركان وزارة للدفاع انت والاركان وكفاح رهاب انت وداخلي. الله يا اخي مو قلت لك الشعراء الشعبيين والله عباقره والله فوق العباقره. لوحات الشرف اسمك ورث يقلها يقلها بلوحات الشرف اسمك ورسمي بلوحات الشرف اسمك ورسمي العرش بعيون نظام رسمك ورسمي اول ناطق اعلامي ورسمي بديوانة فضحت ابن الدعي هي تقول له نشرته الطف ثورة بصحف ربك نشرته وعمر على الخيم حارس نشرته يخسم من قال شعر اختك نشرته درس عفة صرت لهن الحمي. الله هو يقولها والطروحة جبل بس الخواته والطروح فداهن دم رقبته وانطروح والطروحة بحث بالخوة عدي والطروحة هناك تناقشت بالغادري. سنت بارك ما شاء الله. هي شو تقول إلك بس إلك رأس الخوة شديت أنا واهلي جا قل له إلك بس إلك رأس الخوة شديت وشفتك يوم على العدوان شديت اللي هي راية العباس شديت شلون تعوف نعدال أمي ويقول لها يا برا ظل عمنا الزكية اليوم جبر يا برا المثل من خواته شلون يتبرر يبا مش الناموس ويا الظعن يبرى يبرى مش الناموس ويا الظعن يبرى ومشت ناطور وياك الحمد الله. سبوا زينب أظنهم من سبوها ولا همها سبوها من سبوها لكن همها سبوها من سبوها سبوا زينب أظنهم من سبوها ولا همها سبوها من سبوها لكن همها سبوها من سبوها لأن حضرت ضبط القطحين. بارك الله سلم بارك الله فيك. نرجع الإمام علي لو أخذ مختلف لا بالعكس حتى ننتقل إلى الفنان عبد الستار البصري. أنا يزيدني شرف اليوم هاي لا بالعكس أنا الأسماء الكبيرة والرموز العراقية أنا كنت هم بالضيف الوياي شرف عزيز صراحة. كبير والله لا تخاف برنامج السهرة عندنا بس المبدعين العظيم لا مو هو احنا كل العراقيين مبدعين لا تخاف بس هاي أطمن كل المشاهدين وكل الذين يريدون أن يحضروا إلى حلقات برنامج السهرة عندنا نتواصل مع الإبداع خلينا نحكي على القنوات الفضائية اللي قاعدة خلي شوي يعطيني مجال وهذا الحوار يعني هذا يتوسع انت وفنان ما استقل لا انا خلينا نحكي بالابوديه انا احكي بوديه ما عندي لا هو رسالتك في الابوديه ما استقله اي ما استقله
غدا قطار الغدر صدق مس تقل لي ما صعد يا عفيه لا تصعد ابد داخل. قطار الغدر صدق ما استقل عفيه وصحيح الفرح مسني مسته قليله قله ياهو اللي قال عنه مستقل المدير الشمر والكادر امي